السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يا جماعة ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم منا كل جديد. وياريت اللي بيشوفنا لأول مرة يشرفنا باشتراكه معنا في القناة ويشوف فيديوهاتنا السابقة. عايز تعرف المشروع الصناعي اللي هتعمله هيكسب معاك ولا هيخسر؟ شوف المنتج اللي هتعمله هل عليه اقبال في الاسواق ولا متوفر بصوره كبيره ومفيش عليه طلب. النهارده يا جماعه هنتكلم عن مشروع صناعه الاكواب الورقيه بكل تفاصيله وكل الاسعار، وكمان هنقول الارباح بالتفصيل. الاكواب الورقيه اللي بتصنع سواء للمطاعم او الكافيهات او تجار الجمله لمستلزمات المحلات بمختلف المقاسات والاحجام، وهنقول كل حاجه عن المشروع بالتفصيل. هنتكلم عن الماكينة والخامات وأسعارهم، وكمان هنتكلم عن أفضل طرق التسويق للمنتج، وكمان هنتكلم عن أرباح المشروع التقريبية. بس هنتكلم الأول عن أهمية المشروع، وهل هو مشروع عليه طلب أم إنه مشروع منتجاته متوفرة ومفيش عليه إقبال. في البداية المشكلة الكبيرة اللي بتخلي الناس تقول إنه مشروع سيء وغير مربح هو تمركز المصنعين في بعض الأماكن، والمستفيد الأكبر بيبقى تجار الجملة، تجار بيع الجملة لمستلزمات المحلات وخصوصا في المحافظات. ليه؟ لأن المصنعين بينافسوا بعض وبيقللوا الأسعار، عشان كده المصنعين بيبقى مكسبهم مكسب ضئيل جدا، وفي نفس الوقت التجار هي اللي بتستفيد من التنافس وبيكسبوا طبعا أكتر من المصنعين، بس بيوزعوا في أماكن بعيدة عن منطقة التنافس بين المصنعين. عندنا لو اي شخص عمل مشروع والناس لاحظت نجاحه بيبتدوا يراقبوه ويعرفوا كل التفاصيل، وكمان يفتحوا نفس المشروع. فلو عايز تبدا مشروع صناعه الاكواب تبعد عن اماكن التنافس بين المصنعين. اما عن البدايه هتحتاج في البدايه مكان بمساحه 40 الى 50 متر كمصنع ومخزن في نفس الوقت، وهتحتاج تشتري ماكينه تصنيع الاكواب الورقيه اللي محتاج تعرف عنها معلومات. اولا في نوعين من الماكينات، الحراريه العاديه وفي ماكينات اللي هي الالتراسونيك. طبعا الالتراسونيك افضل من حيث لحام الاكواب الجانبي وشكل المنتج النهائي بيبقى افضل من حيث التقفيل، بس بتبقى اغلى طبعا من الماكينات اللي هي الحراريه العاديه. ينقسم النوعين اللي هو الحراري والالتراسونيك من حيث السرعه الى ثلاث انواع. في عندنا ماكينات اللي هي نورمال سبيد، وفي الميدل سبيد، وفي الهاي سبيد. بالنسبه للماكينات اللي هي النورمال سبيد بتعمل من 45 الى 50 كوب في الدقيقه، اما بالنسبه للميدل سبيد بتعمل من 60 الى 70 كوب في الدقيقه. اما بالنسبه للماكينات اللي هي الهاي سبيد بتبقى من 120 الى 140 كوب في الدقيقه. طبعا الكل ممكن يتساءل هل الماكينة بتعمل كل الاحجام والمقاسات، هل هي ماكينة واحدة اللي بتعمل الكوب الاملس او الكوب اللي بيبقى بيد؟ بالنسبة للماكينات اللي هي بتعمل الكوب اللي هو بيد او الاملس، طبعا دي بتختلف، يعني دي ماكينة ودي ماكينة. اما بالنسبة للاحجام والمقاسات دي بتبقى في ماكينة واحدة بس، وبتتوقف على تغيير القالب على حسب الحجم اللي حضرتك عايزه، والماكينة بيبقى معاها اربع او خمس قوالب مختلفة، وبتستغرق من يوم الى اتنين لتغيير القوالب. وفي اصحاب مصانع يملكوا رأس مال كبير علشان يريحوا دماغهم عملوا ايه؟ قالوا بدل ما نقعد نغير كل شوية القوالب وفي نفس الوقت نتعطل، لا احنا هنشتري اكتر من ماكينة وكل ماكينة تشتغل لمقاس معين علشان يتلاشوا موضوع تغيير القالب، علشان ما يوقفوش الانتاج، وده ان دل على شيء يدل ان المنتج مطلوب وعليه سحب في الاسواق. الماكينة الواحدة يا جماعة بتحتاج مكان بمساحة 6 متر 2 في 3، وسعرها من 160 الف الى 240 الف، دي النورمال. اما الميدل سعرها من 400 الف جنيه الى 560 الف جنيه. اما بالنسبة للي هي الهاي سبيد دي طبعا يعني ملناش علاقة بيها، خلينا في النوعين اللي هم الاولانيين. وبالنسبة يا جماعة للمستعمل بتبقى الأسعار فيه من 100 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه، طبعا على حسب النوع اللي انت هتجيبه. أما بالنسبة للورق أو المادة الخام المستخدمة، الورق ده بيجي بالطن على شكل رولات كبيرة، وبيتعمل عليه عملية طباعة على حسب المنتج اللي هتعمله أو المطلوب منك، وبعد كده بيتم تقطيعه على شكل مروحة بواسطة مقص مخصوص. وطبعا يا جماعة في رول مخصوص لأسفل الأكواب بيبقى أرفع، وكمان في مصانع بتبيع الورق جاهز مقصوص ومطبوع، وده طبعا في البداية يعني في بداية مشروعك هيوفر عليك وقت وجهد، هيبقى اغلى شوية اي نعم، بس ينصح بيه في البداية. وبعد كده ممكن بعد ما تتمكن من مشروعك ويبقى ليك سوق مفتوح،
تقدر بعد كده ان انت تجيب المقص والطبعه، لان سعرهم عالي جدا وبيوصل مجموع سعرهم الى 800,000 جنيه. بس طبعا لهم احتياجات تانية ولهم وضع تاني ولهم مكسب تاني، ساعتها المكسب هيبقى اضعاف لانك هتقدر تبيع ورق مطبوع جاهز لكل المصانع، وفي نفس الوقت هتنتج الاكواب باقل الاسعار في السوق. بالنسبة لسعر طن المادة الخام اللي هي رولات الورق او الورق المطبوع الجاهز بيبقى من 18,000 إلى 25,000 جنيه. بالنسبة للتسويق طبعا ممكن التسويق اونلاين او بالدعاية على المطاعم والكافيهات والمؤسسات والنوادي ومراكز التدريب للجيش والشرطة، يعني سوق مفتوح قدامك، اهم شيء تجتهد وتسوق منتجك بشكل جيد. اما بالنسبة للكهرباء، علشان في ناس بتقول انها بتحتاج كهرباء عادية اللي هي 220 فولت، الكلام ده يا جماعة مش صحيح، لان الماكينة بتحتاج لمصدر كهرباء اللي هي 3 فاز. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض، هل المشروع ده يستاهل؟ يعني هل هو مربح؟ طيب ارباحه ممكن تبقى قد ايه؟ نعرف في البداية الانتاج بيبقى قد ايه تقريبا يوميا. بالنسبة للانتاج تقدر تشغل مصنعك من 18 الى 20 ساعة يوميا، وده يا جماعة بانتاج نص طن ورق مطبوع، حوالي 50,000 كوب يوميا، يعني 100,000 كوب وتساوي طن من الورق المطبوع او الورق الخام اللي حضرتك هتطبعه. الكوب الواحد يا جماعة بيبقى 10 جرام تقريبا، وطبعا في ناس بتعمله اقل من كده، يعني في ناس بتعمله 6 جرام و5 جرام والكلام ده، وفي ناس طبعا بتعمل الكوب ده بتعمله اتقل، يعني بتعمله مثلا 15 جرام او اتقل من كده كمان. بالنسبة لكرتونة الاكواب، احنا طبعا بنتكلم على كوب معين او بحجم معين او مقاس معين اللي هو يعتبر كوب الشاي يا جماعة. بالنسبة للكرتونة 1000 كوب سعرها بيبقى 520 جنيه تقريبا في الاسواق. سعر الكوب يا جماعة بيقف تقريبا بحوالي 50 قرش، وده يعني ان الطن اللي استغرق تصنيعه يومين معاك 100,000 كوب في 50 قرش بيساوي 50,000 جنيه، في حين ان متوسط سعر الورق المطبوع للطن 23,000 جنيه، وده يعني ان المكسب، بس المكسب الاجمالي مش الصافي، حوالي 27,000 جنيه في الطن. بس طبعا ده كده مش الصافي، عشان برضه نأكد على الناس، ده كده المكسب الاجمالي، لانك طبعا بيبقى وراك مصروفات اللي هي الكهرباء والعمالة والنقل وخلافه، وطبعا مش في يومين، يعني ده على حسب ما حضرتك هتقدر توزع انتاجك. يعني لو قدرت توزع في يومين او في اسبوع او شهر، وكل ما كان وقت التوزيع اسرع كل ما هيبقى مكسبك الشهري اكتر. فرضنا قدرت توزع مثلا 3 مرات شهريا 3 طن، يعني 300,000 كوب، يبقى حضرتك تقريبا مكسبك الصافي شهريا حوالي 60,000 جنيه. وبكده يا جماعة نكون قلنا كل حاجة عن مشروع الاكواب الورقية. اتمنى اني اكون افدت حضراتكم، وبالتوفيق لحضراتكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم منا كل جديد، وياريت اللي بيشوفنا لأول مرة يشرفنا باشتراكه معنا في القناة ويشوف فيديوهاتنا السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.